السلام عليكم، مساء الخير عليكم. بغيت نهضر في واحد الموضوع يضربني في خاطري بزاف، الموضوع ديال الدكتور وكيل. من المرضى اللي دازوا عنده في بافيون 34 بن رشد، حالي بحال جميع المرضى اللي دازوا تما. كاين انا ما غنهضرش على الدكتور بوكين، يعني غير مؤهل باش نهضر عليه. تبارك الله، راه هو معروف و يعني كاينين الناس اللي غيهضروا من غير داكشي. انا كنهضر من باب الانسان، شهاده لله والتاريخ. هاد السيد هذا ما عمرنا كنا كنعتبروه بانه طبيب، وداك الهيبه ديال الطبيب وبروفيسور وبعيد علينا. بالعكس، كان قريب منا وقريب من جميع المرضى، كنحسبوه خونا صاحبنا. السيد الله يعمر هدر، كان سر على الخير، كينحاز الطبقه الفقيره المعوزه للناس اللي ما فحالهمش، سيرتو الناس اللي كيجيو من البوادي ومن دوك القرى البعاد. لا حنين لا رحيم، ما عندهم حتى شي حد في الدار البيضاء. كان اول واحد كيلقاه في جنبهم هو الدكتور بوكين، ماديا معنويا. اذا كاين شي مريض يعني مسكين ما عندوش فين يبات وعنده لوبراسيون غدا ولوبيتال عامر، كيديه معاه حتى للدار عنده ويبيتو غدا ويجيبو، يعني واللي عنده شي مشكل كيمشي عنده. يعني السيد الله يعمرها دار. وانا كنشوف بان مسكين تعرض مؤخرا لواحد الحمله شرسه، يعني الغرض منها راه باين، المساس بالسمعه ديالو. وتبارك الله، راه طبيب كبير ومعروف وما يوصلش ليه، واخا يعيا وما يديرو. هذه من ناحيه. الناحيه اخرى، ياسين كان مريض معنا في لوبيطال وكنعرفوه وكنعرفو الحاله ديالو، وضرني الخاطر داك الكلام اللي تيقول لي كذوب، مع شكون يدافعو، عاطينو فلوس عاطينو شي حاجه الله اعلم. ياسين اتقى الله، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. انت راك عارف الحاله ديالك، حنا كنعرفوك وكتعرفنا. انت ما جيتي محروق لا بوطه لا بوالو، حركتي راسك بليسانس بلا ما نقولو داكشي ماضي ديالك، الله يعفو على كل واحد. غير هكا باش بدا تقول كذوب بحال هكذاك في دكتور بوكين، يعني حشومه. عرفتي شنو مسكين اش دار عليك بلا ما نخليو داكشي؟ ها انا بعدا كلمه ما عجبش داكشي اللي قلتي فيه، على اين؟ واش عقلتي على النهار الاول اخويا ياسين اللي جيتي فيه؟ تدير ديك الفيديو وكتغبان وكتباكى، واش الدكتور ممكن هو اللي حرقك؟ ياك انت حركتي راسك وجيتي عندو مسكين كيعالج فيك، هذا هو اخر جزء ديالو، دير فيديو كذا كذا. حشومه صاحبي، اتقى الله صاحبي، راه الدنيا غدا الاخرى. هادشي اللي نقدر نقول انايا، و يعني و والله يهدي ما خلق هاد الناس هادو، هاد المنابر هاد هاد. اذا كان ماشي دكتور بوكين، ماشي دكتور، شكون؟ مو الكاسكيطة هو الدكتور، ولا مو الجلابة، ولا مو واتقوا الله، نعلو الشيطان نعلو الشيطان، لا حول ولا قوة الا بالله.